معتز الدمرداش، فرقه تامر الدمرداش. مفيد فوزي مستفز لضيوفه جدا، لانه انا الاستفزاز يا استاذ تامر وانت تعلم هذا حرفيا هو وسيله من وسائل جمع المعلومه او التفتيش في قلب انسان، ولكني لا اصادر النيات ولا اعرف قارة النفس البشريه وماذا يدور فيها. ولو لم اكن مستفزا لضيوفي لصرت فاكرا. وبعدين استفزاز ايه اللي جاي تتكلم عليه؟ فين ده يا تامر باشا؟ قد استفزاز هذا الزمن الفظيع الذي يصل الى حدود التدني. ما تسألنيش يعني ايه التدني. هل تعتقد ان الحكومة المصرية الحالية قد اتت اكلها؟ ظلمتها. عليها ان ترحل؟ ظلمتها. اللي بيقول ترحل قيادة سياسية تراقب الأداء، وليس مفيد فوزي من داخل استوديو تحيط به المرايا من كل مكان. مجموعة رجال الأعمال في الحكومة الجديدة أفادت أم ضرت؟ أعتقد أن الحكومة الجاية هتبقى مستفيدة من هذا الدرس. أنا ما بعرفش أبدا يعني، لا أنا استشرت دماغي بسرعة، لقيت نفسي عاوز أسكت واستمع لسؤال جديد، لأن برضو ليا سقف وليا مفهومية وليا تعقل، وما يجيبش أضرب في الناس من غير ورق ولا وثائق، فده يعتبر نوع من الخرف، ولا أحب أن أبدو أمام مشاهديك بالخرف. ممكن أعرف بعضا من الخرف؟ الخرف. يا أخي أحيانا يثار بعض الكلام عن تصرفات رجل أعمال. الكلام ده يتذاع في التلفزيون المصري جدا، أتمنى وسأحترمه أكثر. أبص ألاقي اسودت الصورة قدامنا في المجتمع حوالين هذا الرمز أو هذه الشخصية. بعد أقل من 48 ساعة الراجل يطلع زي الفل ولا فيش أي حاجة خالص، بقتش فاهم. يا دي فوزير رمضان، أنا صحيت على فوزير رمضان أمان فهمي، إنما دي فوزير إيه؟ وتتحل إزاي؟ والناس اللي في الشارع تسألني تقول إيه اللي حصل بين يوم وليلة؟ وما أنا رد بردود اتعلمتها، حسابات. قولوا لي يعني إيه حسابات؟ وما أنا رد برضه اتعلمته، أجندات. أستاذ مفيد، نعم، هل تغيرت حياتك بعد رحيل أمال العمدة؟ تغيرت بمعنى المعنى المعنوي الجميل، إنه أنا أصبحت يا تامر الأب والأم لحنان مفيد فوزي، وأصبحت حريص جدا على عيلتي، لأن دي كانت أحد نصائحها، جملة واحدة قالتها لي قبل أن تلفظ أنفاسها في المستشفى حيث كانت محطوط عليها جهاز التنفس الصناعي. قالت لي مفيد عينك على حنان. وروحت البيت، وفي الفجر تلقيت المكالمة، المكالمة الباردة من سويتش المستشفى. دي غيرت طبعا. الأمر الآخر اللي غيرته حنان أمال، إنه أمال قالت لي أنا شفتك بتحفر مشوارك بإيديك، حافظ عليه، تخليش حاجة ممكن أن تتسلل لهذا المشوار الطويل اللي تمنيت أشاركك فيه لغاية آخر العمر. طيب أنا عندي سؤال يا أستاذ مفيد، هل تعترف أنك نادم على الإفصاح عن زواج العندليب بالسندريلا؟ إطلاقا، لأن أنا خدت المعلومات كاملة من السيدة سعاد حسني وكانت عايشة، ولما نشرت كانت عايشة، ولو قلت أنا هذا الكلام يا أستاذ تامر لأبلغت النيابة عني فورا بتهمة تشويه حياتها. تعرف لما تكون أنت يعني إنسان عادي في الحياة وأنا أروح كده عفواً
تضايقش من كلمتي فقط. اروح مجوزك دينا الرقاصة. لا ممكن بعد رمضان. الله ده انت معتقد ان دي ايه رغبة ولا ايه؟ لا يا فندم ده انا خجول وانا بقولها. على اي حال الامر لك. لانها ذكرت في برنامجي فلها الاحترام. وعلى فكرة القلب وما يهوى. ممكن نعديها؟ نعديها. شكرا جزيلا. هل تعترف ان البعض كان محقا في الانتقادات التي وجهت اليك بعد لقائك بالهارب ممدوح اسماعيل؟ إطلاقا. اطلاقا. انا ما زلت مؤمن ان ممدوح اسماعيل كان بريئا، وما زلت مؤمن ان المحكمة اللي برئته كان قضاء عاليا، وما زلت مؤمن ان ظهور النائب العام ليقول ان هذا الحكم فيه عوار ببساطة شديدة انه اراد ان يدرأ صيحات الرأي العام في مصر، مما يدلل وببساطة ومن غير يعني فطنة انه موقف النائب العام دخلت في المعادلة الشارع المصري. خلافي مع عمرو خالد كان مبالغا فيه. بلا مناسبة يعني فجأة طلع على اسلام وان حاجة تقول الكاتب القبطي مفيد فوزي. عمري انا ما حد قال عني كاتب قبطي، ولكن اسلام وان كان يختبر في مصر درجة حرارة الإخوان المسلمين، وببساطة بقولها، أنا بقولها من تلفزيون الدولة مش من تلفزيون آخر، وبالتالي بلا مناسبة يعني. والراجل اتناقشنا يعني كنت كبش فداء ببساطة، لأنه فيما بعد اعترف لي قال لي أقسم بالله أنا لا شفتك بتهاجمني ولا سمعت حتى كلمة، ولا أنت قريت لك كلمة في جورنان، ولا قلت تعبير عند حد. أنا أستاذ تامر أنا ما كنتش أعرف عمرو خالد، لأنه أنا ما عنديش اهتمامات بأفكار الدعاة. الداعية الوحيد الذي سكن قلبي اسمه أحمد حسن البقوري، الداعية الوحيد الذي كنت أجلس أمامه كالقط وأنا صحفي اسمه محمد الغزالي، قريب الأستاذ محمد عبد القدوس واخد بنته. بعد ذلك لا أعلم ولا أعرف، وسمعت بعد كده ناس طلعت وناس طلعت، ما عنديش أنا زي ما تقول إيه الاهتمام بهذا الملف. لا فض فوق. شكرا استاذ العظيم. شكرا استاذ تامر. اتفضل يا وفيد. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. جرت العادة اتفضل أن أتي لحضرتك باعتراف مكتوب، تفضل، لكن استثناء لا يجب أستاذي موجود. العفو. أن أنا أضع على لسانه كلام. العفو. الكاميرا حوالين حضرتك في كل حتة. نعم. اعترف للكاميرا وللمشاهدين بما تشاء دون تخوط مني. حاضر. لن أسير وراء القطيع في أي قضية في عمري، وليكتب عني فيما بعد ما يكتب حين أصبح خبرا ويقال كان شجاعا وأراد أن يكون أمام حفيده رجلا. شكرا، والإمضاء مفيد فوزي.